السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شراكم لاباس بخير خواتنا. إما عندنا فيديو على نايمان اللي هو هذا. هذا نايمان دارها لي اليوم في السيارة، حبس لي قريب خلاني في الطريق. نايمان فيه بارتي ميكانيك وبارتي إلكتريك. هذه بارتي إلكتريك منه، يتفتح على زوج هو كما نشوفه مكلي عليه. وهذا هو اللي التراك، هذا هو اللي يكروسي الفولوم. دونك باش تعاود تنحيه يجي مع زوج مفاتيح كما نشوفو هكا. باش انا مركب جديد هنا كما نشوفو، هو جديد. نحي هذا دو فولون هنا، تقلع هذا وهذا، من بعد تنحي له الفيشة تاعه ولا تهبطها في الارض، تقلع عند هذا الفيس، تجبده، تقلع هذه تاع لونتي ديماراج اللي تنحيها، بعد عاود تركب جديد وتركب صوالحك وترد لابيس في المفتاح. بعد نديرو فيديو كيف نرجعو لابيس في المفتاح. اذا هذا هو النايمان تاعنا، نديرو عليه فيديو، نديرو طريقة تغيير المفتاح، كيف تبدل المفتاح في المفتاح. هذه المفتاح هذا يتنحى، نحي هذه وركبوا هذه جديدة. نشوفوا المفتاح هذا كيف يتحل والمفتاح هذا كيف يتحل. دايما هذا أخسر، رجع ما ينوضش. هكا طافي، هكا ديمي كونتاك، هكا كونتاك، أضرب أرجع. واش نديرو؟ نفتحو المفتاح، ونفتح هذا، نديرها كيما هاك، نحي اللون، ونشوفو هكدا، اللون تاعنا يتنحى، روك، هذا المفتاح يتحل زي آخر، نحوه من السلسلة، هذا المفتاح يتحل كيما هاك. أكتر المفتاح دابا راني نشوفو دروك، نخرجو هدا وندخلو هدا. دونك باه نخرجو لازم تعلي هاد المسمار هدا، طلعه وتجبد هداك تعاود تدخل لاخر، نرجع نعلوه ونرجع. إذا بعد ما نحينو هيا قعدت لابيس هنا المفتاح، دروك ركبو هدا المفتاح تاعنا، ندخلوه في العظم الجديد. شوف نستعملو حاجة صغيرة، غادي يدخل متصيرش فيها هكدا. سي بون، دخل المكان تاعه، نرجعو كيما نهار، نرجع لبوجنا. هذا المفتاح القديم تاع النايمان القديم، نرجعوه هنا. هذا المفتاح يتمشى بالفيس، نرجع للفيس أمريكا، نرجع. إذا هذا فيما يخص النايمان. هذا النايمان تقدر تفتحه، سخص عليك ليالي صغار باش تريقله. شوف كيف ارجع. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم على النايمان، يقدر يخليك في نص الطريق. هذا النايمان.